زي ما وعدنا الاسبوع اللي فات بمبادره عايزين نشتغل، فاحنا لسه عايزين نشتغل. شغالين في العربيات الشباب هتتسلم للشباب، والحمد لله وصلنا لتصميم رائع وبناخد موافقات عليه حاليا، وعندنا دعم هايل من رجال اعمال كتير ان الشباب ياخدوا عربيه يعني موديل 2017 فول اوبشن. عربيه هتتفاجئوا ان هي معمول لها براندنج، يعني كانها عربيه لتوكيل عالمي. ان شاء الله هنبدا ب 50 عربيه في اسكندريه وبعدهم في القاهره بالتنسيق مع الـ مع الـ مع المسؤولين، وفي كورسات هياخدها الشباب مع شيفات جاهزين متطوعين ان الولد يدرس بالظبط هو هيقدم منتج ايه وبيطبخه ازاي وبيعمله ازاي، طاقه نظيفه، تدوير مخلفات. الموضوع ان شاء الله ماشيين فيه يعني بخطى متسارعه على انه يتلافى كمان جميع الاخطاء السابقه. ومعانا مداخله من دكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه، تعالوا نشوف سياده المحافظ هيقدم لنا ايه. سياده المحافظ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للقناه. وطبعا انا بستكمل كلام حضرتك واسمن عليه، طبعا دي فرصه عمل للشباب. الحقيقه احنا من اول ما سياده الرئيس اطلق يعني المبادره كان لينا لقاء مع معالي وزير التنميه المحليه، وابتدينا نحط مواصفات زي ما حضرتك ذكرت للسيارات، ويبقى ليها شكل مميز وفي نفس الوقت تبقى سمارت كار، تبقى تشتغل في يعني انواع من الانشطه اللي بتلائم الاحتياجات كل محافظه. احنا في اسكندريه نبتدي ان شاء الله ب 50 عربيه، ابتدينا نحدد الاماكن الموجوده على كورنيش اسكندريه بحيث تبقى اماكن بينها مسافات محدده، اماكن لا تسبب ازعاج او اعاقه للمرور، وفي نفس الوقت يبقى في فرص لنشاط تجاري او نشاط استثماري بسيط للشباب يقدر يدر عليهم دخل كويس جدا ويتيح فرصه عمل لاكثر من شاب. وان شاء الله هنبتدي، احنا ابتدينا خلاص حصر الاماكن اللي يمكن وضع هذه السيارات فيها. ويعني انا بسمن على مبادره حضرتك ومبادره القناه، واحنا ممكن نبتدي في اسكندريه بال 50 سياره اللي حضرتك بدات بيهم، بيبقوا ليهم شكل مميز وهنديهم ارقام وهنفتح ملف لكل سياره، ويبقى عندي فريق للمرور عليها والرقابه والمتابعه بحيث نبقى ضامنين اليه عمل وتشغيل جيده جدا لا تؤدي الى عشوائيه ولا تؤدي الى فوضى، وفي نفس الوقت تضمن فرص عمل جيده للشباب. سياده المحافظ، انا اعلم ان حضرتك لك تجربه سابقه في البحيره لمشروع زي ده، وعايزين نتلافى يعني اي سلبيات حصلت قبل كده ونفتح حوار، يعني عايزين فنجان قهوه مع حضرتك مع الشباب، نفتح معاهم حوار عشان نتفق على ميثاق ان احنا لا احنا عايزينها تقلب بفوضى وقهاوي وكراسي، لان احنا مش ناقصين فوضى، وفي نفس الوقت عايزين الموضوع يبقى قانوني تماما، ما يعديش عليهم حد يبتزهم او يستغلهم او بلطجي يبلطج عليهم، يعني عايزين الموضوع يمشي من اوله صح. طبعا اهلا بحضرتك واهلا بمجموعة الشباب، واحنا انا كان ليا تجربه نفذتها في دمنهور، وبرضه زميلي الدكتور ايمن عبد المنعم نفذ تجربه في سوهاج، والحقيقه اتنفذت في اكثر مكان، وفي الاسكندريه كان اتنفذت هذه التجربه في وقت من الاوقات. انا برحب طبعا بحضرتك وبرحب بالشباب، يشرفوني ممكن يوم السبت القادم ان شاء الله في مكتبي في طب سياده المحافظ، متوقع امتى يعني يبدا المشروع ياخد حيز التنفيذ؟ هل تتوقع انه تبدا خلال الصيف ده؟ يعني ان شاء الله خلال موسم الصيف ده نبتدي مع الشباب بحيث يبقى عندهم فرصه ان شاء الله ان هو يبقى فيه، لانه طبعا بالنسبه لاسكندريه اكتر وقت فيه رواج تجاري وسياحي هيبقى فصل الصيف. هل في طلبات اتقدمت بالفعل للمحافظه؟ احنا الحقيقه هنعلن الاماكن وهنعلن وهنفتح باب التقدم للشباب بحيث ال 50 شاب اللي يتم اختيارهم او يتم عمل قرعه اختيارهم في الاماكن اللي يتم تحديدها من خلال المحافظه ان شاء الله. سياده المحافظ، عندي اقتراح اتمنى انه ينال قبول حضرتك. احنا عايزين نعمل فكره جديده، يبقى فود كورت مفتوح فيه خمس ست عربيات، واحد فيهم بيقدم حادق، واحد بيقدم حل، واحد بيقدم عصير، يعني ان انا كاسره مصريه اروح الاقي فود كورت زي اللي في المولات كده في مكان ما والشباب يجتمعوا عليه. اتمنى انها تلقى القبول يعني. فكره جميله جدا، مفيش مانع، بس اهم حاجه اختيار المكان المناسب ليها، ويكون يقدر يسع السيارات ويكون في حركه تجاريه تسمح بنشاط جيد للشباب بحيث يبقى يكون في عائد يعني مرضي لهم، وفي نفس الوقت نضمن نجاح المشروع ان شاء الله. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. طلب اخير سياده المحافظ، انه لسه كنا بنتكلم في قانون الاستثمار والشباك الواحد، احنا عايزين بس الشباب يعني يخلصوا اجراءاتهم وتصاريحهم في اقل وقت ممكن، يعني يختبروا بس الشباك الواحد على الاقل مع المحافظه.
هو انا مع سيادتك طبعا قانون الاستثمار بيمثل لنا اهميه كبرى جدا، واحنا حابين انه نخلص كل المشاكل نعمله على صغير يعني. وفي نفس الوقت ده نموذج صغير للشباب بالزبط. لتجربه للسيارات المتنقله او سيارات الشباب دي، ان احنا ممكن نتعامل على ذلك على كذا مكان لو تم ان شاء الله نجاحها بصوره جيده. دكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وميعادنا يوم السبت ان شاء الله. انا الاستاذ وانا مبسوط يعني، عارفه لما تحسي ان في ردود افعال بس نفذ بقى يلا اشتغل يعني. نتمنى ان امتى انتاج العربيه يا احمد يعني امتى هنشوف ان شاء الله الانتاج والتدريب؟ اول يوم العيد هنكون شغالين في الشارع. حلو قوي يعني قدامنا 50 يوم تدريب. انا مبسوطه كمان بردود الافعال من المتبرعين، الناس المتحمسه انها تشارك وتساعد. معانا الاستاذ كمال حبشي. استاذ كمال اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ كمال حضرتك متحمس تشارك في المبادره وتتبرع، قول لي ايه اللي حمسك غير احمد يعني؟ انه احمد عمال يجمع عربيات وهو ماشي. لا الفكره انا شخصيا انا مش كبير قوي في السن، بديت شغل من وانا صغير وكل حاجه، بس بحب دايما ان انا اساعد الناس اللي حواليا سواء شباب او كبار، مفيش مشاكل. وبعدين انا شفت الحاجات دي شغاله في نيويورك وفي كذا حته، وبيسهلوا المواضيع للناس مش بيصعبوها وبتفتح بيوت. وبعدين الاشغال الصغيره دي مهما كانت هي دي تعتبر برضه في الاخر بتبقى عمود فقري للبلد هنا، بيسموها باك بون بره. تمام. واللي انا بستغرب له اكتر ان انا ليه المسؤولين او اي حد مش بيشوف الحاجات اللي بره، بدل ما ري انفنت ويل نعيد اختراعها بنشوف ايه التجارب الناجحه لاي حاجه ان شاء الله، حتى باركينج ميترز ويوقف السويس او الناس عايزين تشتغل بكارت يشحن، المحافظه هتستفاد والناس هتشتغل. بالظبط. عايزين الناس تشتغل عشان البلد كلها تدور. وانا غير ان انا عايز اتبرع بالعربيات دول، وهحاول يا رب كل شهر اتبرع بعربيات زياده، انا عايز اوصل انا يبقى عندي 100 واحد شغالين تانيين تسويق، حاليا بدور على 20. وبعد سنه ونص هخلي كل واحد شغال عندي في التسويق هو الاونر بتاع البروجكت بتاعه، ياخد مواد تعبئه وتغليف يبيع. ما هو ليه لا؟ دي مبادره ثانيه بقى يا استاذ كمال، يعني حضرتك بتدي فرص عمل ل 100 واحد يشتغل تسويق مع حضرتك؟ الجمهوريه كلها ما اثق، كل دول بيشتغلوا كوميشن، انا مش حد يعني مش بنعمل حاجه زياده. الفكره الناس كلها قاعده. النهارده كلمني اثنين قلت لهم تعالوا اشتغلوا، قبل كده كنت نازل على فيسبوك اللي عايز يشتغل وشايف نفسه يقدر يشتغل ويقدر يأدي تعالى عايزين نشتغل. بس كمان بس بص يعني ما توسعش المواضيع، ارمي بيضك في العربيات الاول وانا اعمل لك اللي انت عايزه. ارمي بيضنا مفيش مشاكل. قول لي قول لي. مصانع في برج العرب طالبه مني عمال وناس تشتغل اكتر من 100 واحد مش لاقيه. طب ممكن يا استاذ كمال يعني رقم حضرتك معانا في الكنترول، احنا هنقول دلوقتي تاني وكل اللي بيتفرج علينا اللي عايز يشتغل في التسويق في عمال في مصانع ابعتوا لنا بس بيانات احنا هنوصلها للاستاذ كمال، نطمن الناس دي اشتغلت. واهم طلب بس يا استاذ كمال نطلبه من حضرتك ان الناس دي تشتغل باجور كريمه، يعني ما نقولش العامل اشتغل ب 800 جنيه، وما نقولش الحد بتاع مبيعات مش هتاخد اجر خالص، على الاقل حاجه اساسيه يعني بنتمنى ده. ده اكيد اكيد. ما هو الفكره الواحد لما بيلاقي بيأدي، يعني اللي بيشتغل عند حد هو اللي يكسبه هو اللي بيخسره في الاخر. طبعا استاذ كمال انا كاحمد سالم استفدت ايه؟ يعني قول لي ارمي لي كام عربيه كده عشان احمد سالم. كام عربيه يا استاذ كمال عشان احمد سالم؟ النهارده 5 عربيات والاسبوع الجاي. ايوه كده الاسبوع الجاي ايه؟ نتكلم تاني. نتكلم حلاوه. ماشي. الله عليك. الله كده الله ينور. كده انا احبك وتحياتي وبشكرك و ويا ريت كل شبابنا رجال الاعمال من الشباب يفكروا بالطريقه دي. بقول لك انت عايز توصل لكام عربيه؟ انا عايز الم ال 50 واديهم للشباب ببلاش. خلاص انت معاك ان احنا دلوقتي احنا شهر 5. انت عايز توصل ال 50 دول امتى؟ عشان يعني مثلا بالكثير. لا قبل العيد عشان ال 50 ينزلوا اول يوم العيد يكسروا الدنيا. لا خليهم عيد كبير عشان الناس لسه لا لا انا بص لا لا انت بص يعني مش هو لوحده. ايوه مش هو طبعا لا بس نسعى مع بعض ان نكمل ال 50. احنا على فكره داخلين في ال 20 عربيه دلوقتي يعني ماشيين كويس الحمد لله. لا احنا ان شاء الله احنا عندنا علاقات كويسه بمعظم الناس في برج العرب وكذا مصنع وكذا شركه هنا، وكلهم الناس اللي بتهتم جدا انها تساعد اللي حواليها عشان في الاخر الاخير يعم على الناس كلها. شكرا ليك استاذ كمال. يعني انا وعدك ان انا احاول اوصل لك على الاقل مثلا 20 25 عربيه ثانيه. اشكرك 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 استاذ كمال الحبشي رجل الاعمال. و والله الدنيا يعني دايما عارفه في وسط ما تلاقيها مغمقه كده تلاقي فجاه طاقه نور في مصر، ان الناس عايزه تعمل عايزه تساعد عايزه تساهم، بس الموضوع نحط ايدنا في ايد بعض. عارف مين اللي بيحب يساعد الناس تشتغل؟ اللي تعب قوي وشاف كل المآسي بتاعت بدايه حياته العمليه ونجح يعني. انا دلوقتي هاخد مداخله
عايزكم تسمعوها وتشوفوا يعني تقيموا بعد المداخله لنا تعليق معانا الشاب الجميل اللي كان قاعد جنب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعالوا نسمع محمد عزمي هيقول ايه. محمد ازيك يا محمد؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذ دينا؟ اهلا بيك يا محمد. الله يخليك. انا محمد عزمي، انا تطوف مؤتمر الشباب الاسماعيليه. انا تشرفت بدلوسي دم بسياده الرئيس السيسي. محمد انت قلت لي في رساله عايز توجهها لمصر ولسياده الرئيس. انا عاوز اشكر طبعا فخامه الرئيس السيسي على انه عمل الف عام 2018 العام الاعاقه في مصر. وحضرتك عارف يا استاذ احمد ذوي الاحتياجات الخاصة مهملين جدا من كافة المؤسسات. صح يا محمد، واحنا بنشكرك. يعني هو عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتقد انه عشان يبقى يعني يتم الاستعداد جيدا انه يكون عام يخدم الناس دي، يبقى يقدروا يمشوا في الشوارع، يتمكنوا من انهم يشتغلوا. محمد نشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك. والله يا جماعة بصوا، انا مكالمة محمد اثرت فيا جدا امبارح، وقال انا عايز اوجه رسالة، وعشان كده حبيت ان السادة المشاهدين يشاركونا فيها. على فكرة يعني المجتمعات المتقدمة والمحترمة بقى بيقاس تقدمها وتحضرها بالناس دول. يعني حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لما انت بتقدمهم بشياكة تبقى انت كده مجتمع متحضر. هي دي المقاييس اللي العالم كله بقى بيعتمد عليها. ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يعانون، وقبل كده كان ليا حلقة معاهم، واتمنى ان يكون في اي فعلا في 2018 منازل الكود بتاع المعاقين في العاصمة الإدارية الجديدة لازم يراعى. المعاق النهاردة عشان يدخل الحمام وعشان يشتغل ويركب مواصلات ويروح ويجري بيتعذب. الناس دي محتاجة نظرة ومحتاجة تعامل برقي واحترام، وما نحسسهمش ان هم عبء على المجتمع. لا، ده في منهم علماء، ويعني في ناس اسامي على مستوى العالم خدوا نوبل. اسمه ايه الراجل بتاع نوبل المعاق اللي هو في الفيزياء؟ الفيزيكس، بس مش فاكره اسمه دلوقتي. يعني في ناس حققت انجازات، اتمنى ان احنا ننظر لهم نظره يعني اكثر اهتماما. يعني كنا قبل الفاصل نوهنا انه في قريه كامله في محافظه القليوبيه، قريه كفر شكر، عندها ازمه مع ميه الصرف الصحي، مع ميه الشرب عفوا. اللي احنا عايزين نقوله ان احنا اسفين ان احنا النهارده في 2017 ولسه بنناقش الحاجات دي، لكن معلش حقكم علينا. احنا يعني بنجني ثمار كتيره، وانتوا تعبتوا، واحنا بنحاول كل واحد من مكانه انه يساعد. قريه كفر شكر قعدوا سنين مستنيين انهم يبقى عندهم شبكه صرف صحي جيده، شبكه مياه شرب جيده، لكن لحد النهارده في معاناه حقيقيه. خلونا نشوف التقرير ونرجع نشوف معاناه اهل القريه. إصفين إحدى قرى مركز كفر شكر التابع لمحافظة القليوبية، يعيش فيها أكثر من 3000 نسمة. الماء بالنسبة لهم ليس مصدراً للحياة، ولكنه مصدراً للرعب والمرض. لثلاث سنوات تعاني بيوت القرية من أزمة مياه الشرب التي جاهدوا لتصل إليهم، لكنها جاءت محملة بالأمراض والتلوث. يعودوا مرة أخرى لاستعمال مياه الطلمبات الحبشية غير الصالحة للشرب أيضاً. البلد كلها بتملى، المية وحشة وما فيش أي اهتمام بالمية ولا أي حاجة، وفي صدى وفي ركبنا فلاتر مش نافعة، ركبنا جينا نتكلم ما فيش. مشكلة قرية صفين مع الماء لم تقف عند مياه الشرب، لكن المياه التي تروي أراضيها هي الأخرى ملوثة بالصرف الصحي. هذه أرض من وسط آلاف الفدادين من هنا، من مركز كفر الشرب، قرية الصفين، كفر بوصيبة، المنشية، الكلام ده كله. هذه أرض أنت طبعاً الصور وكله بقى، هذه برسيم حشائش وسبخة وكله، وادي واحد على جنبنا هو ولا هو زارع ولا عامل، والأرض مسبخة كلها. طبعاً إحنا اشتكينا اللي بتاع زفته ديت ولا بتاع بالغمر، بحقهم وعملوا وردموا ومشوا تاني. اشتكينا لاعضاء مجلس الشعب، طبعا ربنا كرمنا باثنين اعضاء اللهم صل على النبي، واحد منهم الاستاذ خالد يوسف والتاني اسمه محمد زكريا محي الدين.
ولا حد بيشوفهم ولا حد بيعملوا ضربين. كل واحد وادي ادي اسر انا عندي فتر ونص، اكل منين ولا اعمل منين؟ في حاجات ما بقتش مقبوله في 2017، يعني ما يعني ما يبقاش العالم بيتكلم على الواي فاي ان هو يبقى في الهواء الطلق في الشوارع، واحنا لسه بنتكلم في مشاكل صرف صحي وميه. دي بدائيات مش بديهيات، بدائيات، يعني حاجات المفروض تبقى يعني اقول ايه، مش دي مش الوسائل العيشه الكريمه، دي وسائل العيشه الطبيعيه، العيشه اصلا العيشه بالظبط. يعني اتمنى ان ينظر لمثل هذه القرى وبسرعه جدا جدا. وتعالوا بقى نطلع على حاجه تانية كده، ايه يعني بما اننا بنتكلم على العالم فين، يعني فيديو قبل ما نتعقد. مش احنا دايما نقول كوكب اليابان الشقيق، ودايما نقول ابصوا مش عارفه فين بيعملوا ايه في التقدم والتكنولوجي والتطور والمواعيد والالتزام والحاجات. في حاجه بس فايتانا، عشان احنا الناس دي ما وصلتش للي وصلت له باي حاجه غير بالانسانيه. تعالوا نشوف التقرير عشان مش هينفع احرقه لكم، بس احنا عايزين شويه تقدم في الحضاره في الاخلاق. تعالوا نشوف. طيب خلونا يعني قبل يعني لحد ما التقرير يجهز، انا عفوا بس خليني اقول لكم حاجه. في كده دايما يعني حاجه بيقولوها انه الطفل اللي بيتولد بيبقى اللي بيتعلمه في حياته هو حصيله الحاجات اللي بيشوفها في الخمس سنين الاولى من عمره. يعني لو علمناه او هو الطفل ده شاف انه اللي قدامه بيكذب ففهم خلاص دلوقتي الكذب، وكانه تاني من الاول زي ادم وحواء زمان، انه بنرجع نتعلم كل الحاجات الوحشه. فاعتقد يا احمد انه احنا مثلا حد عندنا متربي في مجتمعات قوامها بشكل كبير يعني انه الكذب حاجه موجوده والمجتمع متصالح معاها، لكن لا ده الكذب عندنا شطاره حدائق. بيقول لك ده واد مخلص، ده واد يعجبك، واد يعجبك ومخلص، يعني اونطجي وبيعرف يغطي نفسه ويداري نفسه. احنا عندنا مقاييس الجوده عكس العالم كله بالظبط. انك تزعق لمراتك في الشارع مقبول، لكن انك تبوسها تحضنها في الشارع لا، مصيبه وعيب، لا ما ينفعش. فاحنا عندنا شويه حاجات كده معكوسه ومغلوطه. القصد في الامر انه في مجتمعات من كتر ما عدت مراحل كبيره في الانسانيه، وخليني اقول انه مش بس الانسانيه عشان ما نبقاش احنا بنزايد على نفسنا، احنا مجتمع تعبان ومضغوط بشكل كبير، عشان كده ظهرت عندنا الحاجات السلبيه كتير. لما الشخص بيبقى بيشتغل وبيلاقي نتيجه لشغله، بيحترم فبيحترم، بيطلب فبيلاقي، الشخص ده بيتحول الى شخص سوي، فتختفي بقى من عنده السرقه، القتل، الكذب، الطمع. طب دينا والنبي يعني بصي، عايزك يعني تديني الطلعه دي لغرض ما. يعني هو الفيديو يا جماعه كان بيحكي عن موقف الامانه، ان الناس بتسيب العجل بتاعها في الشارع في الصين، فالراجل مصري بيصور وبيقول للناس انتوا يعني مش خايفين يتسرق؟ فالراجل قال له يتسرق؟ يعني ايه يتسرق؟ فتعالوا بقى، ده شخصيا خدني انا في حته عايز اقراها لكم النهارده. هي وثيقة ماعت دي، أصلا يعني أنا إيه من ساعة ما اتصاحبت أو يعني تشرفت بصداقة الدكتور وسيم السيسي، موضوع الحضارة المصرية ده جايب لي يعني هلع. هي الناس دي كانوا عظماء قوي كده إزاي؟ تعالوا نقرأ وثيقة ماعت المصرية كانت بتقول إيه من 5000 سنة. 5000 سنة لما كانت الناس عايشة في الكهوف وفي يعني في العالم كله. الوثيقة بتقول اللي هي يعني زي ما تقول ايه الدستور او التقاليد والاخلاق. بتقول انا احيا بالحق، انا اقدر الجميل، انا اعمم السلام، انا امتدح الرب، انا اؤكد الحياه مقدسه، اتكلم باخلاص، احسن الظن، اكرم الحيوان، اهتم بالارض، اتكلم على شؤوني الخاصه. اتكلم على ايه؟ شؤوني الخاصه. توجع دي. انا احترم شؤون الاخرين، انا اعتدل في الانفاق، احترم القضاء، احترم الحريات، اتصدق واعمل المعروف، انشر الفرح والبهجه، اتكلم بحسن نيه، اذكر محاسن الاخرين، اتوازن في مشاعري، اوثق تعاملاتي، اتواصل بود، احتج على السخريه، انفتح على الحب بكل اشكاله، اتسامح، اتعاطف، اساوي بين الناس ولا اميز بينهم، انا اعشق الكل، اترقى من خلال قدراتي، أكون نفسي. لا سمعني اللي فاتت دي تاني عشان أترقى عجبك. من خلال قدراتي. يعني الكوسة ما كانوش اكتشفوها ساعتها، كانت لسه يعني وصلت. كانوا أهل الكفاءة، أهل الثقة، ما كانوش ظهروا ساعتها. أحترم وأظهر احترامي للآخرين،
اعمل الخير، احترم كل المعتقدات، احافظ على المياه ولا الوثها، احفظ حقوق الناس، ان ابذل قصارى جهدي. 42 وصيه الماعت دول اللي كانوا بيتدرسوا في الشعب المصري من 5000 سنه قبل ما اوروبا والعالم يعرف يعني ايه اخلاق ويعني ايه دستور ويعني ايه قانون. انت متخيله ال 42 دول لو النهارده حبينا نطبقهم حالنا هيبقى ايه؟ انا متهيالي انه احنا زي ما انت بتقول ما ينفعش ندرسهم، يعني الحاجات دي ما ينفعش تقول لحد ايه احترم القانون وانت وهو ينزل الشارع يلاقي انه الاشارات بتتكسر وانه ناس بتاخد رشاوي، ما ينفعش. هي في حاجه حاله كده بتفرض على المجتمعات، وعلى فكره مش صعبه، يعني لانه كتير من الناس اللي دايما تصدر لنا فكره ان كل حاجه بايظه فصعب جدا ان كل حاجه تتصلح. لا، هو الحقيقه انه لما بيكون في نماذج، ودايما دايما التصليح بيبتدي من فوق، يعني في المجتمعات كده يبتدي التصليح من فوق وبعدين يتحول الى حاله في المجتمع. من فوق يعني ايه؟ يعني من المعلم ومن القائد ومن النموذج ومن الإعلامي ومن الأشخاص الملهمة في كل مكان ومن رئيس الحي ومن الوزير، يبتدي الحاجات دي تصلح. عارفة هنا أنا في ناس بتقول لي مثلا هو يعني أنت إيه الحضارة المصرية 7000 يا عم، زهقتونا بقى 7000 سنة خلينا في اللي إحنا فيه. ما ينفعش. هو أنا النهاردة هو إيه اللي حصل في مصر في الخمسين سنة اللي فاتوا؟ أنت نميت عند الناس وعي زائف بحاجات ليست من الدين في شيء. يعني الراجل النهاردة اللي بيلبس الجلابية ولا اللي بيلبس لبس ما أو بيحفظ له كلمتين، هو ده مش من الدين، دي ثقافة دخيلة. أنا المفروض يعني أنا دايما أكتب عندي على الفيسبوك مثلا أنا مسلم الديانة وأفتخر ومصري الهوية وأفتخر، مفيش تعارض بين الاتنين. طب انت عارف ان في ناس بتزعل لما تقول انا مصري الهويه؟ اه طبعا. يقول لك مصري وتخليت عن العروبه، طب ما احنا بنحب لغتنا العربيه وبنحترم وطننا العربي، بس احنا فرعون. اللي زعل في ان احنا اصولنا فرعونيه. انت عارفه ان في بحث اتعمل مؤخرا لاحد الاطباء، هو تقريبا ضابط في مستشفى للقوات المسلحه، اكتشف ان 87% من جينات المصريين هي للمصريين القدماء وليست عربيه. واحد يقول لي انت قصدك ان احنا مش عارف قصدي ان احنا جنس مختلف، احنا مصريين قدماء، احنا من نسل اعظم شعوب الارض، لازم ننمي ده عند اولادنا. انا النهارده وثيقه ماعد دي عايز ابني يدرسها في المدرسه. احنا اولاد ناس يا جماعه. اه والله بجد احنا مش وش بهدله. احنا مش وش بهدله يا جدعان، والله احنا بشوات، احنا بولاد بشوات، احنا اولاد الفراعنه. يعني ليه عندنا دونيه وحاسين ان احنا يعني شعوب غلابه؟ ده احنا اللي علمنا الناس دي كلها الحضاره. يعني عارف يا احمد، كنت سمعت واحده من اروع التفسيرات اللي يقول لك يعني ايه تصبر على شخص لحد ما يتغير. اعتقد انه القائد اللي عايز يغير مجتمع صعب تغييره او تأصلت فيه حاجات صعبه ومره يعني زي اللي حصل عندنا، محتاج شويه صبر. يعني سوري في المثل، بس زي ما بالظبط الام بتصبر على ابنها اللي بتغير له وبتستحمله ومش عارفه، محتاج شويه صبر عن انه تكرار الغلط هيحصل، لكن يفضل تكرار الاصرار على الصح. ماشي دينا، بس نبدا يعني بالظبط. يعني انا بقول كده نقول للناس او يعني الناس تبدا تعرف ان هي ماشيه غلط. ما هو دي مصيبه، انت لما بتقعد مع واحد من دول النهارده بيحل لك مشاكل مصر كلها وهو بيتكلم بيتف جنبه وبيعاكس بنات وبيتحرش وبينصب يعني بيعمل بلاوي الدنيا كلها، وفي نفس الوقت اللي بيوعزك ويديك حل المفروض الجيش يعمل كذا والشركه مش عارف ايه، اصل المحافظ ده. يا عم شوف نفسك، اشتغل على نفسك الاول. الحكومه عندها اخطاء وسلبيات سودة، بس انت شخصك عندك شغل. الشخص اللي عايش ازدواجيه مش هيشتغل على نفسه، خلينا واقعيين. الشخص ده القانون يشتغل عليه، السلطه الاعلى تشتغل عليه، احساس انه اترقى بحكم كفاءتي مش بحاجه تانية تشتغل بقى. لا انا بختلف معاكي. بص اقول لك حاجه، المواطن الياباني لما بيجي مصر بيفسد ويبوظ ويبوظ الطوابير، ولا عنده الثقافه المحترمه انه طابور يعني طابور؟ ما هو لو جه في مصر رمى من الشباك ما حدش هيكلمه، ما وقفش في الطابور ما حدش هيكلمه، بيعمل كده؟ ما بيعملش كده لان هي دي ثقافته. ما الله ينور عليك. لكن لو انا عندي ثقافه ان انا شخص عندي معايير مزدوجه وان انا شخص ثقافتي كده، لا ما تقعدش تقول لي غير ثقافتي انا كده، لا غيرني بالقانون وحط لي سلطه اعلى احترمها واخاف منها. اعتقد انه الاصل في احترام القانون الخوف اولا وبعدين تتحول لعاده. اتمنى طبعا القانون يشتغل، بس يعني زمان كنت بفتكر يا احمد انه الناس في امريكا كلهم مؤدبين، فبعدين ما اتكلم مع كل اصحابي اللي مهاجرين يقولوا لي لا خالص، بس كلنا بنخاف.
كلنا عندنا حاجه بتخوفنا انه في رادع، وبعد كده تتحول الحكايه لحاجه طبيعيه بقى انت بتعملها يعني. بمناسبه برضو يعني لو هنتكلم على تدريس الاخلاق في المدارس، النهارده الدكتور طارق شوقي اكد ان منهج التربيه الدينيه في مصر لن يمس بورقه، عشان الناس اللي اشاعت ان هيلغوا ماده الدين الاسلامي ويجمعوها في ماده واحده اطلاقا، اللي هيحصل ان يقال هتدرس الاخلاق ويقال كمان ان هي مش هتدرس كماده يعني مباشره، عشان ما يبقاش دمها تقيل، ان هي هتتوزع على المناهج يعني على العلوم على الرياضه على فنتمنى ان نشهد ثوره اخلاق. تعالوا نشوف بقى الاخلاق اخبارها ايه في الصين ونتحصر شويه ويعني ونحاول لازم نحاول. نشوف التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين يا جماعة العجل ده؟ في البداية كنت فاكر ان ده موقف للعجل، كل واحد معاه عجلة بيجي يركنها هنا، وبعد ما بيخلص شغله او يخلص المصلحة اللي هو فيها بياخد العجلة. بس بعد كده لما سألت لقيت حاجة غريبة جدا. شايفين العجل ده؟ العجل ده طلع بتاع شركات، في هنا حاجة زي كود كده للعجلة، الكود ده على برنامج اسمه الويشات. كل واحد معاه البرنامج ده هنا في الصين. العجلة دي اصلا محطوطة في الشارع كده، دي بتاعت شركات، حاطين كميات عجل كبيرة جدا في الشارع. بيجي واحد عشان يأجر العجلة دي يطلع الموبايل بتاعه ويعمل سكان على الكود ده، القفل بتاع العجلة ده بيتفتح ويبتدي يتعدى عليه وقت كأنه مأجرها، بياخد العجلة ويمشي بيها يروح المكان اللي هو عايز يروح فيه، وبعد ما بيخلص تمام بيقفل، بيعمل سكان تاني فالقفل يتقفل ويسيب العجلة في أي مكان، ويجي أي حد تاني يشوف العجلة في أي مكان يفتح يعمل سكان ياخدها يستخدمها تاني. استغربت قوي يعني، صح استغربت قوي. وبعدين سألت أحد الصينيين قلت له طيب العجل ده مش ممكن يتسرق؟ فرد عليا واستغرب جدا من سؤالي وفضل يضحك يقول لي ازاي ده عيب، ده يبقى شخص ما عندهوش اخلاق اللي يسرق العجله اللي في الشارع، لان العجله دي بينتفع بيها كل الناس. على فكره الناس، في ناس كتير اصلا هنا ما بتعبدش ربنا اصلا، يعني في ناس كتير قوي بس عندهم اخلاق. بصوا العجله قد ايه، ما فيش واحد يقدر ياخد عجله، وتلاقي العجلة سبحان الله لما ابتديت اركز تلاقي العجلة في كل مكان في الشوارع، تلاقي عجلة واقفة كده لوحدها في الشارع مش بتاعت حد خالص، بس مفيش ولا واحد يقدر ياخدها. الأخلاق يا جماعة لما بتيجي فعلا في مجتمع أكيد المجتمع بيتغير تماما تماما. وعارفين من أعظم الأعمال عند ربنا يوم القيامة حسن الأخلاق. شايفين الراجل ده أهو جه ركن حاجة، وحاجة ذكرها الشاب اللطيف اللي بيتكلم في الفيديو يعني مهمة ما نعديهاش. مين هو بمناسبة انه بيقول ان ناس كتير هنا فعلا ما بتعبدش ربنا، ما يعرفوش ربنا، لكن مين الأقرب انه يعرف ربنا بمنظورنا بقى المتدين الشرقي المتدين؟ مين الأقرب؟ الشخص اللي عنده أخلاق ولا الشخص اللي عامل نفسه يعرف ربنا وما عندوش أخلاق؟ خليها سؤال مفتوح. الفقرة اللي جاية احنا من الصبح، من امبارح ومن اول امبارح، من اول ما اعلنا انه الحلقة تتكلم عن موضوع المثلية الجنسية، واحنا بنستقبل مشاركات واسئلة ومداخلات وتفاصيل كتيرة جدا، ما بين انزعاج من اننا نتكلم عن الموضوع، وما بين مشاركات من ناس عايزة تقول ان انا كنت بعاني من الموضوع ده وخفيت، وما بين عدم فهم هو في فعلا في مجتمعنا مثلية جنسية الموضوع ده ولا ده في الغرب بس. خلونا نرد على كل الأسئلة دي مع الدكتور أوسم وصفي بعد الفاصل. بعد الفاصل الدكتور أوسم وصفي طبيب نفسي ومحاضر ببرامج المشورة والإرشاد النفسي في مصر وسوريا ولبنان والأردن، ويعد وصفي أبرز المتخصصين في علاج المثلية الجنسية في مصر وعلى مستوى العالم. حصل وصفي على البكالوريوس في الطب والجراحة ودرجة الماجستير في الأمراض النفسية والعصبية، وأسس عددا من الخدمات والبرامج لتوعية المراهقين والتعامل مع الميول المثلية. ويرى وصفي أن أحد أهم أسباب المثلية غياب الأب وتعرض البعض للاغتصاب، وأن المثلية ليست مرضا لكنه اضطراب جنسي. ويقول وصفي أرفض المثلية لكني لا أرفض المثليين، لأنهم أشخاص أحترمهم وأتعامل معهم وأعالجهم، خاصة وأن نسبة الشفاء تصل إلى 20%.